وللوقوف أكثر على صراع الميليشيات على المناصب في ظل حديث عن تشظي الإطار التنسيقي، ينضم إلينا عبر سكايب من أثناء الدبلوماسي والأكاديمي العراقي الدكتور فاروق فتيان الراوي. مرحبا بك معنا دكتور فاروق. أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين، وأهلا وسهلا. حياكم الله دكتور. بعد أن فشلت مبادرة قاني والحكيم، تدخلت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، ودخلت على الخط لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الميليشيات الخاسرة والفائزة. السؤال، هل ستنجح بلاسخارت فيما فشلت فيه الأطراف الأخرى؟ الحقيقة أن بلاسخارت أو من سبقها ممثل الأمم المتحدة في العراق حاليا لا يمتلك أي قوة عسكرية أو قوة رادعة قادرة على فرض إرادتها على الأطراف المتصارعة. محاولات بلاسخارت الحقيقة هي لتقريب وجهات النظر، والكل يعلم أن هذه الامرأة كانت مواقفها سيئة في الكثير من الأحيان، وقفت إلى جانب الميليشيات وإلى جانب الفساد الإداري والمالي وإلى جانب التجاوزات اللي كانت تقوم بها هذه الميليشيات. الآن محاولتها إلى سواء من خلال زيارتها إلى مقتدى الصدر أو لقائها بهادي العامري أو قيس الخزعلي أو أبو فدك، هي محاولة لاستمرار الوضع على ما كان عليه قبل الانتخابات السابقة، سواء كان من خلال يعني استلام السلطة من قبل مقتدى الصدر والتحالف اللي ممكن أن ينسجم مع توجهات مقتدى الصدر، أو من خلال مجموعة التنسيق. نعم، اللافت في الأمر دكتور أنه تحاول التدخل والوساطة بين الأطراف، على الرغم من أنها متهمة من الميليشيات الخاسرة بتزوير الانتخابات، وبالتالي كيف يمكن تفسير محاولة التدخل هذه والتقريب بين الميليشيات في وقت تتهمها بعضها بأنها شاركت في التزوير؟ احنا يعني الحقيقة ان محاولات هي محاولات لتقريب وجهات النظر، وهي غير قادرة على فرض إرادتها على أي طرف من الأطراف. الشيء الواضح أن إيران حاولت تقريب وجهات النظر من خلال الضغط على الأطراف، ولولا وجود مقتدى الصدر وما يملكه من مجموعات، سواء كان من خلال جيش المهدي أو من خلال الجماعات التابعة إلى، ومن خلال حصوله على الأغلبية على الفوز بأغلب المقاعد، كان أخذ الموقع الأول في هذه الانتخابات، تجعل من بلاسخارت تحاول أن تقرب وجهات النظر، ولكن هي غير قادرة على التأثير على أي طرف من الأطراف الموجودة. نعم، طيب دكتور، بعض المحللين الذين يقولون بأن الصدر سيعقد صفقات مع بعض الكتل بعيدا عن الميليشيات الخاسرة حتى يستطيع أن يشكل حكومته، لو حدث ذلك بالفعل ما توقعاتك لرد فعل تلك الميليشيات؟ حقيقة حتى الآن منذ الانتخابات وحتى الآن مقتدى الصدر لم يتراجع، حتى في اللقاء الأخير شاهدنا. هذا لا يعني تأييد إلى موقف مقتدى، أنا أعتبر جميع من في العملية السياسية وساهم في تدمير العراق ومشترك في الفساد الإداري والمالي وكل ما حصل بالعراق من 2003 ولحد الآن، ولكن الملاحظ أن مقتدى الصدر منذ إعلان نتائج الانتخابات وحتى الآن لم يتراجع، لا أمام الضغوط الإيرانية ولا أمام ضغوط الميليشيات ولا أمام ضغوط الكتل السياسية، واستمر. وحتى اللقاء الأخير شاهدنا من خلال شاشات التلفزيون ومن خلال التصوير أنه أولا لم يسلم على أي من الموجودين، وبعد أن انتهى الاجتماع أخرج بتغريدته
القصيرة واللي هي حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية، وهذا يعني أنه هو مستمر في توجهاته ومستمر في محاولة. هو الصراع ليس على لمصلحة العراق، الصراع على المناصب. ولو مثل ما ذكر الأخ العزيز زياد السنجري، لو أتيحت لأي فصيل من الفصائل الحصول على مقاعد في الحكومة القادمة لا انسحب من المعارضة ولا توجه وتحالف مع الصدر مباشرة. في هذه الحالة دكتور، إلى أي مدى تتوقع أن تتحرك بعض الأحزاب داخل ذلك التحالف نحو الصدر لتحصل على بعض المقاعد في الحكومة لن تستطيع أن تحصلها لو بقيت في الإطار التنسيقي؟ بالتأكيد ستحاول، خاصة الأطراف الخاسرة التي يعني إذا نجي إلى حيدر العبادي أو عمار الحكيم أو بعض الأطراف اللي أصبحت الآن هي تعتبر بحكم المنتهية ولم تحصل على أصوات ممكن أن تجعلها رقم صعب في المرحلة القادمة. هذه تحاول أن تحصل على الأقل استمرارها في السلطة. لذلك إذا نرجع إلى الميليشيات لأن اللي يواجهها هو مقتدى الصدر، ومقتدى الصدر رقم صعب في خلينا لن يعني نسمي الأسماء بمسمياتها. في الجانب الشيعي مقتدى الصدر ليس سهلا، له جماهير تابعة إلى وإلى عنده بإمكانه أن يحرك جماهير كثيرة وشهدت الساحات. ولذلك أي فصيل يتوقع إذا راد يواجه الصدر بقوة السلاح سيواجه بشكل آخر من قبل نفس المجامع الموجودة. أشكرك جزيلا الدكتور فاروق فتيان الراوي الدبلوماسي والأكاديمي العراقي، كنت معنا عبر سكايب من أثينا. شكرا جزيلا، شكرا لكم.